داعش سيتقلص في مناطقهم حاليا ويتمدد في مناطق أخرى. أهلا بكم. يبدأ عام 2015 مع تقلص واضح لخارطة تمدد داعش في العراق، ففي أكثر من محافظة سجل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تقدما بارزا. كذلك أدت البشمركة دورا مهما في تراجع التنظيم في بعض المدن. بايع أبو بكر شيكاو زعيم تنظيم بوكو حرام في نيجيريا عبر تسجيل صوتي بث قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي. بايع داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي بشكل نهائي، وادعى شيكاو أن مبايعته لتوحيد كلمة التنظيمين ضد من يحاربوهم. يذكر أن تنظيم بوكو حرام يصنف عالميا على قائمة المنظمات الإرهابية وقام بمجموعة من المجازر في نيجيريا. أعلنوا مبايعة الخليفة إبراهيم بن أواد بن إبراهيم الحسيني. هذه الكلمات تسللت إلى آذاننا من لسان زعيم تنظيم بوكو حرام النيجيري المتطرف، مبايعة وخلافة وعبارات أخرى كان قد أكل عليها الدهر وشرب قبل أن يعيدها تنظيم داعش إلى معجمنا اليومي منذ عام، ليؤكد التنظيم الإفريقي أمس على استمرار الكابوس الذي يحيطنا مناديا هو الآخر بإقامة دولة لا تمت للإسلام بصلة. مبايعة إضافية إلى جانب سابقاتها من تصريحات الميليشيات والجماعات المسلحة المتطرفة في شتى أنحاء الشرق الأوسط تنبئ بفتح جبهة حرب جديدة ضد داعش وسفرائه الملثمين بالسواد، مغرقا دول جنوب إفريقيا في وهم التحالف هي الأخرى.